غياب للعديد من لاعبي الفريقين. وفي أمريكا الجنوبية كرة طويلة تغير اتجاه اللاعب إلى رياض. اليوم يا يسري يضع في هذا المكان كرة طويلة لكنها بعيدة بجانب إيماني. في هذه الكرة لمسعى ساديو ماني حطها رونالدو خطيرة وفرصة لكنها إيماني يتدخل خطيرة. إيماني عدى منا رونالدو ولكن إيماني قام بالحرص وصلت إلى إيماني. شوف لاعب يصل إيماني 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 خطيرة بالكامل عدت إلى مسعى ساديو ماني خطيرة لكنها فيها تغطية من جاسر إلى كريستيانو نصر بالكثير من التمريرات الخاطئة. عودة بعد ذلك النخبة بنسختها الجديدة أو بمسماها الجديد في امتداد لنفس البطولة دوري أبطال آسيا كرة طويلة لكنها صلى بروزوفيتش ساديو أيضا انتظار كرة كنترول ولكنها بعد ذلك في أي لحظة كرة بينية جميلة خطيرة نصراوية مجهود فردي لكن الدفاع يتدخل. إيبانيز يصل في اللحظة الكورة بهذه الوضعية والنصر متراجع الوراء على الرغم من أن يعطي استمرارية لاعب بكرة تصل بعد ذلك من أهلي. كرة أمامية نصروية محمد أمامية لكنها بدون تركيز. روجر مرة أولى إيبانيز في الثانية روجر إيبانيز طويلة بدون أي تركيز. اليمنى خطيرة نصراوية بروزو أخرى إيبانيز أوتافيو الجيدة الجميلة اللي كان معها لقب وفرحة أولى في البطولة العربية بظل لمسعة جديد بادي ماني عرضية تغطية دفاعية إيبانيز مرة أولى فيرمينو يحط كورة لإيبانيز تمريرة الرد بعد ذلك البحث عن أوتافيو حطها في جهة اليمين إلى تاليسكا صراع الكرة مع روجر إيبانيز سريعة خطيرة باتجاه كريستيانو لكن التغطية من روجر نفسه يبعد الخطر عن مناطق إيرمينو أوتافيو يتدخل إيبانيز إعادة أهلوش لبدء المرتدة السريعة بتمريرة إلى كريستيانو رونالدو يكسب خطأ